تمام يا فندم، اتمنى نكون اسعدناك. الو، اتشرف بحضرتك. سالم، سالم ابو اخته. اهلا يا استاذ سالم، كل سنه وانت طيب. مع حضرتك نيره، اقدر افيدك بايه؟ والله يا فندم انا لسه شحن الراوتر والنت ضعيف خالص. استاذن حضرتك يا فندم تروح عند الراوتر ترستره؟ مش هينفع حضرتك اروح عند الراوتر دلوقتي لان اكيد هما نايمين. هما مين دول اللي نايمين؟ ما هو الراوتر عند الجيران. الجيران؟ ازاي حضرتك؟ ما هو حضرتك انا لسه ساكن في الشقه جديد ومفيش نت، فسارق من عند الجيران عقبال ما دخل نت وكده. وانت بقى بترن عشان تستفسر لهم؟ ايوه، لاني بعمل حاجه ضروريه بس تبع الكليه وكده. خلاص، بكره بدري روح قول لهم رستروا الراوتر هيشتغل على طول. تمام، شكرا لحضرتك يا فندم ولا مؤاخذه على زعلك. الو، مساء الخير، خدمه وي مع حضرتك. مساء النور، عيد سعيد عليكم. وعلى حضرتك يا فندم، نتشرف بالاسم. المعلم حسونه. اخبار حضرتك يا استاذ حسونه؟ انتوا عاملين ايه دلوقتي؟ والله يا فندم انا ليا الراوتر اللي عندي من 2009. تمام تمام، انا كده مميز عندكم صح؟ صح يا فندم. دلوقتي الواد حمدي خد التليفون معاه. الو الو، انا مع حضرتك يا فندم. كمل. حمدي مين؟ لا مؤاخذه، حمدي ابني. تمام، اخده وراح يشتل، وجع منه في الميه. تمام، جه دخل فيه ميه ومش عايز يفتح خالص، كده باظ صح؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز الغي الباقه بتاعتكم واعمل باقه اللي هي الجديده غير محدوده في مصر، اللي هي ما بتخلصش، ترند الجديد. طب افضل معايا ثواني في الانتظار. انا من يومين كنت بكلم واحد على نفس المشكله وقال لي افضل في الانتظار، ولا مؤاخذه كده سابني في الانتظار 3 ساعات وبعديها ما كلمنيش. ما هو لازم ما يكلمكش تاني. بتقولي ايه؟ ثواني وهكلمك. خلاص انا هقفل وبجرين انت عشان الرصيد. ماشي يا فندم. يلا منتظر منك رنه يا قمر. انا ما اعرفش العالم الفلاحه دي. خدمه العملاء مع حضرتك يا فندم، اتشرف بالاسم. عاشور معاه. اساعد حضرتك بايه يا استاذ عاشور؟ هو انا دلوقتي في التلفزيون. تلفزيون يا فندم، احنا شركة وي. لا مؤاخذة يا فندم، دلوقتي انا لسه عامل باقة ب 250 جنيه، ما عداش عليها 5 ايام والنت ضعيف خالص. معلش، ممكن تقول لي كام لندا شغالة في الراوتر؟ الراوتر؟ ثواني. لا يا فندم مفيش ولا لندا شغالة. ازاي؟ الراوتر باين عندي انه شغال. انا بقول لك مفيش حاجة شغالة. طب وكده يا فندم؟ كده؟ كده تمام اشتغل. انت متأكد يا فندم؟ ايوه متأكد. لا حول ولا قوة الا بالله، على العموم انا شغلته. تمام، في مشكلة تانية بقى. خير يا فندم؟ جات لي رسالة تم استهلاك 70% في 5 ايام. ازاي؟ ظاهر عندي ان انت بتشغل فيديوز كتير على اليوتيوب. ايوه، وايه المشكلة يعني؟ فلوسي. طب انتظر معايا يا فندم دقيقة. حاضر، بسرعة بس والنبي عشان الايفون بتاعها هيفصل. ما تقلقش هرجع لحضرتك بسرعة. ايه الشغلانة اللي زي الزفت دي؟ انا هاخد اجازة مدى الحياة.